تعالوا نشوف اتنين من المدرسين. وطبعا احنا قلنا قبل كده انه المدرس لو عنده انتماء لجماعة الاخوان فلينتمي زي ما هو عاوز، لكن انه يستخدم هذا الانتماء في المدرسة ده في منتهى الخطورة، لانه هيعلم الناس كيف تحطم جيشك، كيف تكره جيشك، كيف يمكن ان تشوه القوات المسلحة. هل احنا هنقبل انه النشء والاطفال يتعلمون ذلك؟ في كل دول العالم بيعلموا الناس انه الجيش هو الذي يمكن ان تدافع عنه وتموت من اجله، لانك تموت هنا دفاعا عن الوطن. الاخوان لما يستخدموا المدارس، وبعد شوية هنشوف واقعة تانية، يستخدمون المساجد، لابد من التصدي لكل ذلك. لما مدير المدرسة نقل اتنين من المدرسين قام بالاعتداء عليه بشكل وحشي. كان في اتنين مدرسين عندي هنا في المدرسة متأخوانين تابعين للإخوان، طبعا كانوا بيروحوا رابعة ويجوا من رابعة ورايحين جايين وكده. فجينا في واحنا في الدراسة لقيته دخل عليها بالمكتب، هيثم عبد الفتاح محمد ده مدرس دراسات كان موجود عندي، دخل عليا بعلامات رابعة. فطبعا خدت منه واحدة وكتبت مذكرة وديتها للأستاذ مدير الإدارة أستاذ محمد فؤاد، قلت له وضعي كذا كذا وحكيت له الايه الوضع اللي حصل يعني. وبعت أمن الإدارة استفسر، لقى الواقعة صحيحة وكده. بعديها بشوية بأسبوعين ثلاثة فاتنقل هذا المدرس ومعاه المدرس التاني. طبعا فوجئت لقيت واحد منهم ساكن جنب المدرسة مباشرة، فأهله فاستنوني لما أنا جاي الصبح أخو المدرس راح جاي دخل بيا في المكنة بالمكنة، وقعد يشتم طبعا ألفاظ بذيئة وحاجات مش كويسة يعني. المهم إيه، وأنا قبل ما نوصل المدرسة راح جاي ماسك فيا موقعني في الأرض عضربني من البواني. فجات مرات عمه اللي هي مرات العامل اللي هو عبد الفتاح اللي هو في المدرسة، راحت جاية كلمت كلام مش مظبوط يعني، ومسكت في خنائي وقعدت تضرب قدام الطلبة قدام المدرسين شاهدين. احنا جينا عند بيت العرب هنا لقينا أسامة أخو هيثم دخل في الأستاذ صلاح بالموتوسيكل كده. فالمهم مشي قدام الشاي وقال له ألفاظ بذيئة كده، وقال له أنا إيه رحت مضيت في الشغل وهاجي أذبحك النهارده وكده وكلام من ده. المهم مشي لعند الجامع هنا وركن الموتوسيكل وجا مسك في خناق الأستاذ صلاح سلكناه. إجت مرات عمه برضه مسكت في الأستاذ صلاح سلكناها ودخل المدرسة، اتصل بوزارة الداخلية. أبلغني الأستاذ صلاح يوم 31/10 ان في ناس عنده في المدرسه اتنين، هيثم عبد الفتاح محمد ومحمود سيد سالم، مدرسين جايبين اشارات رابعه وبوزعوها في المدرسه. الكلام ده كتابيا مباشره كاجراء سريع يوم 1/11 كانوا منقولين للتعليم الابتدائي في الاداره التعليميه. بنطالب الوزير وبنطالب القضاء ان يتحول عمل اداري، يبعد عن خالص عن العمليه التعليميه، لكن احنا دي صلاحياتنا دلوقتي. فاحنا عايزين فعلا قضيه من القضاء الاداري يقول ان الجماعه الارهابيه ديت ما هي ارهابيه وثبت ان في حد بينتمي ليها زي ما كان الاول بيجوا عنده. كان عندي مخزن في الاداره للناس دي، بس كان بيجي لي عن طريق شؤون العاملين عمل اداري. ليه؟ بناء على النواحي الامنيه ومسؤوليه الامن. دي مش مسؤوليه الاداره ولا حتى وكيل وزاره ولا المحافظ يقدر يحول واحد عمل اداري دون حكم قضائي.